وافقت اللجنة التوجيهية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي أفريبول على تسجيل مقترح الجزائر المتعلق بالحصول على العضوية الدائمة في المكتب التنفيذي لهذه المنظمة، حسب ما أفاد به البيان للجمعية أو للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري اليوم. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الموافقة جاءت ضمن توصيات أشغال الدورة 11 المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2023 بالعاصمة تونس، على أن يتم عرضها للمصادقة خلال أشغال الجمعية العامة المزمع تنظيمها شهر أكتوبر المقبل.